السلام عليكم. بعض المدن المغربية عرفت ليلة الأمس السبت 23 أبريل وقفات احتجاجية سلمية للتنديد بالغلاء المفرط في الأسعار وتدني الأجور. والفيديو الذي تشاهدونه الآن من مدينة خنيفرة. كما كانت هناك وقفات احتجاجية بكل من مدينتي فاس وسلا. وكما تلاحظون في هذا الفيديو فإن هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية تعرضت إلى هجوم مكثف من طرف السلطات. أبشع مظاهر الحجرة التي يمكن أن يعرفها المجتمع في علاقته بين الحاكم والمحكوم هي عندما تمتلك مفاتيح الحكم لكن في المقابل تسلب حق العيش الكريم للمواطنين. وأبشع مظاهر التسلط هي عندما تستغل جهاز ممول من المال العام في قمع الشعب. سياسة تألم ولا تتكلم قد تخلق احتقان جماهيري أكبر وتؤدي إلى تصعيد سقف المطالب. حشود أمنية كبيرة لو استغلت لمحاربة الفساد لارتقينا مكان أحسن بين دول العالم. من بين أهم أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو ارتفاع أسعار المحروقات التي نعلم جيدا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش هو الذي يسيطر على أكبر سوق للمحروقات وهو أكبر موزع في المغرب. يعني عزيز أخنوش رئيس الحكومة يقول لكم اتركوا عزيز أخنوش البزناس يراكم أرباح غير مشروعة وإلا سأبعث لكم السلطات والقوات الممولة من جيوبكم. وبطبيعة الحال المسؤول عن حماية تراكم هذه الأرباح هو يده اليمنى عبد اللطيف وهبي الذي كان يدعوه الأمس بإرجاع 17 مليار إلى خزينة الدولة. جاي نهضروا على حقنا، جاي نهضروا على حقنا، جاي نهضروا على حقنا. لا يا صاحبي هادشي كديرو كاملين.